هضرت معاه كاع الحول ومشيت عند المخزن بغاوش يعطيوني الحل كل شيء عارف هو مبغاش يعترف بيا تا سيدنا جوج خطرات الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك راك عزيز عليا بزاف والمحروقه بنتي شحال من بلاصه كتحرقها مرت خويا بنتي تعقد عاس اش درتي فوق جهدك سيدنا للشعب درتي فوق جهدك درتي المخزن درتي السلطه بزايد درتي كل درتي كوميساريات دابا خليتي ما درتي وهما اللي ما بغاوش يتوبوا الله يعني. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة صوت العدالة الأوفياء، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. طاقم صوت العدالة اليوم يتواجد بمدينة سلا وبالضبط بحي الشيخ مفضل. جينا عند الأم ديالنا الضاوية باش نعرفوا المستجدات ديال الملف ديالها وفين وصلت القضية ديال لا دي ان ديال البنت ديالها، فين وصلوا الوثائق، فين وصل النسب، فين وصلت الحالة العائلية ديالها، فين وصل الوضع ديالها، وبزاف ديال المسائل الأخرين غادي نناقشوا مع الأم ديالنا الضاوية. بداية الأم ديالنا الضاوية، مرحبا بك معنا على قناة صوت العدالة. السلام عليكم. أول حاجة غنقول الله يشافي سيدنا يا ربي، راه بقيتي فيا سيدنا، راه زدتيني على مرض ديال آية، هي دي سنة 72 تحت نهار الحد. آية بنتي اللي كانت معايا وكانت معمرة معايا، رديت الله خير يا خوتي، أنا ما قديتش، أنا بهاد السطح حسن تحرق. اسمح لي مدوي، حنا غنجيو في الموضوع على الذكر ديال الخيريه. بغيت نسولك، ملي صورت معاك الحلقه داك النهار، واش تواصلوا معاك شي ناس، ساعدوك شي ناس، دعموك شي ناس، اولا ما تلقيتي حتى اتصال؟ قليل ما تيصيفطوا لي شي حاجه قليله، اللي تيصيفط لي السلام، اللي تيصيفط لي 4000 مره بالشهر. واحد السيده خلصت عليا 3 شهور، هاد 3 شهور ديال كورونا كامله خلصت عليا ديك السيده، وكتصيفط لي باش مسكينه في نص الشهر باش نصرف، وانا جالسه مقهوره بلاصه بنتي كتبان ليا بلاصه آية، وما يمكنش ليا نشوفها. دابا تيفوت الحاجه، كنصيفط لبنيتي، صيفط لها التليفون، صيفطت ليا السيده النيت اللي شكيت عليها هي 2، قلت لها ودي عيط لها النمره الواحده، قلت لها بلا ما نسميها، قلت لها اختي لا بنتي سيبتها الخيريه، راه شنو راه بغى البنت بغات تقرا. واخا انا ملي جيت صورت معاك عاود جيت طليت عليكم مره اخرى لقيتها باقه معاك. كانت عيطت صيمانه دابا. واش لقيتوا شي مساعدات بعدا من عند السلطات، من غير الناس اللي سيبتوا لكم من الخارج؟ السلطات تحد ما طلع ليا حتى حاجه، ما حتى واحد ما جاب ليا شي حاجه. سمعوا خوتي زاد داك الشيء بالنسبه للخدمه، الخدمه واش خدامه حاليا ولا ما خدامه؟ باقي ما خدامش السوق، باقي هو السوق راه هو حابس. جوطيه خدام السوق ديال الخضره هو اللي خدام، سوقنا حنا جالس. شفتوا ديك النهار اخوتي ما كنتش تنبكي، حيت كانت حدايا بنتي واخا مقهوره كانت حدايا آية. دابا راه والو ما تقدرش تنهضر، رانا صافي تغلط. كيفاش الحاجه، كيفاش دابا حتى بين ليله وضحى تمشات آية الخيريه؟ شرحي لي كيفاش بالضبط. جلست انا وبنتي ما عندناش داك النهار بعدا اصلا، والله ما تعشينا وربي يعلم عليا. قلت لي ماما جاني الجوع، قلت لها بنتي كاينه شويه الخبز، ناضت كلات خبز هي تقول لي ماما، قلت لها شنو؟ قلت لها نديروا واحد الحله ماما، قلت لها نمشي للخيريه، ماشي قلت لي ماشي اللي ما تشوفينيش فيها، انا ما عارفه انا وهي ما عارفاش. دونك الاختيار كان ديالها هي الحاجه. ديال بنتي بغات تقرا وبغات هي اللي قالت الفكره. انا مشيت ملي مشيت نهار الاثنين للكوميساريه قالوا لي ما يمكنش لينا نديوها، قال لي انت بغات تفكي من بنتك باش تاخذي راحتك، وهي زادت هي دخلات عند الكوميسير قالت له ما تقولش الماما هكاك، ماما ما بغاش تسك مني. سمحي لي باش نوقفوا عند هذه النقطه هذه. دابا انت ملي بغيتي دير الخيريه مشيتي ديري الاجراءات ديالك عند البوليس. عند البوليس، حيت ما عندي فين نمشي من غير البوليس. انت النيه ديالك الضاويه هي ماشي بغيتي تفرطي في بنتك، غير هي الظروف. قلتها لهم تما، قلت لهم الا كنتو غديوها ما نشوفهاش ما غنديهاش، وديوها لشي حاجه اللي ندخل عندها بلا ما عنديش لاكارت. وريتهم هذيك الورقه اللي فيها التصويره ديال اللي داروا لي نتخلص بها، هذيك اللي وريتها للبوليس. صافي قال لي راه بنتك عنديوها لهنا الجزاره ديال ماشي خيريه، جمعيه
سونتر ولا مع الجمعيه. المهم راه مشيت مع بنتي سال تما انا والبوليس وصلناها لقيتهم حتى لها الحوايج باش تبدل حتى لها داكشي باش تدوز. انا ديتها ملبسه حوايج العيد اللي شريت ليها صيفطوا لي الناس. دوزات معاك العيد؟ دوزات معايا العيد حتى السيمانه اللي من مور العيد عاد صيفطت دوزات معايا العيد. شريت لها سبرديله شريت لها سميتو دابا سيدي هانتوما ها هي بالخيريه وانا شاريه ليها. انا قلت والله منين مشات ما كناكل عاد نون وبيمو ها هو فكنطيب. بالنسبه لدابا حاليا منين كتاكلي منين كتشربي باش غتعشى اليوم باش هادشي هذا كلشي على الله. واش جيتو جيتو على ليله ما كانوا ما عتقوني جات الجيران واحد جارتي مسكينه هي حدايا واخا فاتحه كتعتقني وكتعطيني البوز ربي جا بها بهاد النهار بعدا اولا الناس تعطوني وصافي بحال هكا يا الجيران ما كنخرج ما بقاش عندي كاع الوجه باش نخرج برا ما بقيت ما فهمتش علاش ما بقيتش نخرج اجازه لا حول ولا قوه الا بالله. راني شاده كلشي بقلبي ما كنقول ما كنهضرش انا جالسه وساكته. بالنسبه للدعم اللي كنعطى سيدنا صاحب جلاله نصره الله اللي هو ابتداء من 800 درهم واش استفدتي من داك الدعم او لا؟ استفدت سيدنا جوج خطرات. الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك راك عزيز عليا بزاف والله سيدنا تبقيتي فيا بالله. عطاني عطوني جوج خطرات وساعدوني عباديك عبد صويرتي والمقدم طبع لي فوق من هذيك الورقه وتيري يعني الشهر الاخر يعني أولي. يعني واخا كان عندك مشكل ديال لاكارت ناسيونال تساعدوا معاك بعض اعوان السلطه وهذو ساعدوا معايا ومنهم مدير ديال البنك الشعبي ومنهم مهم بزاف ديال الناس تساعدوا معايا. وهذاك المدير ديال البنك الشعبي انا سنوجه ليه الله يرحم ليه الوالدين في هذا النهار اللي صايب معايا وصايب وخلصني وعرف وراني كي ندير. قال لي ديري هذه الورقه يدير لك عليها المقدم يطبع لك على التصويره وخلصني. وقال لي الشهر الاخر غنديرك في الكيشيه وفعلا دوزني الكيشيه حيت عندي لاكارت وابي عندي عنوامر تخلص من الكيشيه. بالنسبه للمضاويه بالنسبه للوراق ديال ايه فين وصلتوا؟ واش مشيتوا عند باها هذا الموضوع هذا ديال لادئين وديال النسب والو واش درتوا فيه شي حل؟ مشيتوا عند الاب قلتوا لي راه هذه البنت هذه راه غتضيع سمحي لي قلتوا لي راه هذه البنت هذه غتضيع راه ساكنه معايا غير في بيت راه كاينين واحد الاوضاع مزريه المجتمع ما تيرحمش الظروف اللي كبرت فيها واش الاب ديالها ما راه عاش هادشي وانتم ما عاش باره باقي تيحلف عليا دابا منين شاف هذاك الفيديو تيقول لي علاش درتي داك الفيديو باغا تشويني وانا هذيك البنت ما بنتيش نهار العيد باش يقول لها مبروك العيد معيط ليا تيقول لها انت ماشي بنتي راه محقول بنتي باش تقول لي يدي لها ماما الخير يلاه يعني كون كانت شي بنت شكون راه تخرج للزنقه تهرب وتخليني يعني 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 ومنين شافك درتي الفيديو عاد ما زاد جهله ما بحال ما كاين زعما القانون ما كاينش القانون اللي غيحمي هاد البنت وهاد الام والو. وتنقول لهم دابا وكيل الملك اذا البنت ما عندها حتى ورقه وداها هذاك النهار هو دا ليا البنت هو تيقول ماشي بنتي وداها قال لك باغي يدور بها علاش غتديها الضو ما تدخلها انا ما فهمتش شنو يدير يقدر يديها فين كيدور بها؟ جيت مسكينه هي حدا دارهم هو هذاك البوا هو تيقول ماشي بنتي وعلاش غادي تدور بها هي باش طلع لي الدم مشيت عند البوليس قلت لهم راه كاين دليل اذا راه واش هاد البنت راه هي عنده هذا هو الوقت فين تمشي باش نيت بغى يعترف بها يعترف بها بغى يمشي للحبس يدير لها دين يمشي للحبس. من بعد ما ضربات بنتك هذيك المده كامله في الزنقه وتشردات وحنا كنعرفوا باللي سبق ليها تشردات وانت كتضربي في الحبس اولا في السجن شحال المده اللي بقات بوحدها وانت في السجن؟ شهرين لا من غير شهرين 15 عام ملي تزادت بنتي وهي مسكينه تبقى شنو كنت ندير تنبقى نخرج نبيع الحشيش باش نشري لها الحليب وليكوش ونكسي بنتي ونوكلها ونشربها تصدق هذا الحبس تبقى بنتي مورايا تنخرج عاوتاني تلقى البنت مكرفسه ودعابس وما تتقرا ما والو وهي زعما تهلاي لي بنتي حطها عندك تلعبتي باش ما تبقى معايا حيت البنت ما عندهاش الوراق ولا شدوني غيديو لي البنت الخيريه وغيديوني انا الحبس ما غيديوهاش معايا حيت كبرت فات 5 سنين خليتها عند مرت خويا ولا تتكازا تتعدى عليها خرجت واحد الشده من هذيك اللي خليتها فيها لقيت البنت محروقه ما عليناش بلا ما نجبد سميتها كما كان الحال على وجه خويا وشداتها ليا معليش يعني تعرضت للتعذيب تعرضت للتعذيب جسدي محروقه بنتي شحال من بلاصه كتحرقها مرت خويا بنتي تعقدات شنو السبب علاش تحرقها؟ ما نعرف ما نعرف واش تبرد فيها غدا خويا ولا الله يعلم خويا ضريب معاها قهرات المهم ما علينا ما عليناش الحاجه دابا حاليا البنت ديالك
كيفاش تمشات الخيريه؟ واش انت ديتيها؟ دابا حنا عرفنا راه مشات الخيريه وجلسات وكيفاش مشات ودوزنا المراحل. واش هي ناضت قالت لك الوالده غادي نمشي للخيريه اولا كان اقتراح ديالك انت؟ لا بنتي، بنتي هي اللي ناضت مع الزوج الليل قالتها لي انا يا نعسه ليه وهي يا باقا اللي تتفرج حيت الناس حدايا راه بلاصتها بقات خاويه حدايا. هي ديك بقات تتفرج وهي تنوض مني جا الجوع قالت لي ماما جاني الجوع. قلت لها هي راه كاينه الخبزه بنيتي بحال هكا حيت حدايا الجيران ما تنبغيش نهضر بالجوج. قلت لها هي راه كاينه الخبزه بنتي قالت لي نوض كلات منه. هي ديك هي تقول لي ماما انا طار مني النعاس. هي تقول لي ماما ندير واحد الحله. ماما قلت لها شنو؟ قالت لي ماما نمشي نقرا نمشي للخيريه منا نستافد منا نقرا منا نتنقى وناكل ونشرب. تما اقتراح ديال بنتي وقال سالم بالكوميساريه. مني قال لي لا قال لي عاوتاني واحد البوليسي بغاني ثاني نتشد معاه نمشي للحبس. قال لي انت باغا تفكي من بنتك وتصيبتها للخيريه مجددا مره اخرى مره اخرى هذه عاد ديال الاثنين اللي فات باش صيبت بنتي. هي هذيك وانا نقول وهي تنوض بنتي مسكينه من برا دخلات قالت لي انا اللي باغا نمشي انا اللي باغا نمشي للخيريه باغا نقرا ما عندي حتى ورقه برا ما عنديش باش نقرا انا اللي باغا نمشي وباغا نقرا وباغا المهم باغا نمشي للخيريه. هكا قالت لي قالت لها باغا نمشي للخيريه ديال سيدنا حيت انا زنقى نقول لها انت شنو جاتي تهلا بينا عمي تكونوا بالحبس المهم ما تنعاود ليها. قالت لي بغيت نمشي للخيريه ديال سيدنا وتبقى تشوفني ماما. المهم من 9 ديال الصباح بعدا وحنا بديك الكوميساريه حتى 3 العشيه عاد باش تصايب داك الدوسي وعاد باش بصمت فيه وعاد ما هزوني البوليس قول للربعة راه حنايا في الدوحة فين داو لبنتي الخيرية. دخلت مع هذيك الجمعية ما عرفت دابا باقا متأكد شو الجمعية جات في طريق الرابطة ما بين قنيطرة وسلا. هي هذيك زوينة ونقية من الداخل حيت دخلت معاهم حتى لداخل. واش انتي صراحه من لو فون ديالك من القلب ديالك واش راضيه على هذا الوضع هذا واخا هو جمل من عند الابنه ديالك واش راضيه انك واش قابله انك تفرقي البنت ديالك؟ ما راضياش وما قابلاش نفرق بنتي وما كنعزش والله ما كنعز. دابا خصني نمشي للسبيطار ناخذ الدواء ديال الراس باش نعس ما تنعش والاعصاب وكلي تنترعد وكنشوف بلاصتها ما كنطيب لا ماكله لا والو راه دانو ناس وبيمو ولا عندي انا وليت ناكل ما بقيت لناكل لا والو. كنخرج تصيفط على الملحان الحانه وتنجيب دانون وبيمو انا والو كتهضر معايا عاد كنفرح بحال كنتسنى التليفون حاضر التليفون كتهضر معايا بالصباح وبالعشيه وقت ما بغات تهضر معايا كتهضر معايا. المهم الله يرحم ليه الوالدين هذاك السي هشام وهذاك المدير هذاك السي هشام مسكين تيجيو يجمعوا الدراري من سميتو كيدوز عليا من هنا تيقول لي واش باغا تصيفط الايه تيعيط لي بالتليفون تيقول لي واش باغا تصيفط الايه شي حاجه تنقول له اه ديك النهار التليفون. قلت له الله يرحمك الوالدين السي هشام تليفون مسكين دا عليا دا لها الكارطه دا لها كلشي صيفط لها السقاطه ملهيه قالت لي راه كاين كلشي. ملي قالت لي كاين كاع ماما كلشي وانا صيفط لها دانون وبيمو داكشي صيفط لها 10 وصافي عطيتهم داك السيد مسكين الله يرحم ليه الوالدين وتا هو تيهضر معايا وتا هو تيدوز عليا. والمهم تتوريني تتقول لي انت يا ماما المهم بنتي تتقول لي رانا فرحانه المهم رانا ماشي زعما باش ما تقلقنيش المهم تتبان لي بحال فرحانه ولاني ما نعرف حيت انا كون كنت فرحانه كون راه هي فرحانه والو. الحاجه الضوئيه كما كنعرفوا ان صاحب الجلاله الملك محمد السادس انه قام بواحد العمليه جراحيه على مستوى القلب، شنو الرساله اللي تبغي توجهي ليه؟ الله يشافيك سيدنا الله يشافيك سيدنا عرفتي راك عزيز عليا والله سيدنا بنت انت الاول وبنتي تبعاتك راه جوج كياس مكويه منك ومن بنتي حيت علاش انت عاطره ما عرفتيش درتي درتي فوق جهدك سيدنا للشعب درتي فوق جهدك درتي المخزن درتي السلطه بزايد درتي كل درتي كوميساريات دابا خليتي ما درتي وهما اللي ما بغاوش يتوبوا الله يعفو عليهم حتى هما راه بزاف راه بزاف راه بزاف. هذاك شوفوا خوانا خوتي 15 عام دوزت الحبس نعطيكم معاه عبره مني انا وكون كان داك الشيء منه الخير كون راه انا بقيت متبعاه راه ما فيه حتى خير راه واخا دخل مليون والاخر اللي خدام يدخل عا 50 درهم شكون اللي غيبقى له الفلوس مول 50 درهم اللي غادي يخدم كتابه بالحلال وانا مدخله مليون ما كتصبحش ليا كاع يعني حرام ما ندوز الفلوس بزاف ولان راه فلوس الحرام تتشي في الحرام
هذا الشيء اللي كانوا كنوجه لهاد الشباب. ديروا وليدات عقلكم وما تبقاوش تقتلوا بعضياتكم، راه الدماء ولا الدايزه ولا هادي راه عيوا على داك الملك مسكين ديالنا محمد السادس، بقى تيشد بقلبه تجاه ها هو دار عمليه على القلب. يعني علاش علينا على ودنا حنا كيشوف اللي طرات له جريمه تيقول وسيدنا، اللي طرات له جريمه وسيدنا. اذا هذاك الشيء كامل اثر على سيدنا، الشعب رقبوا على داك الراجل، كل شيء دير عقله والتزموا بهذا الشيء. ما خلى ما دار معانا الجائحه وهو شنو داير معانا، مخلصنا شهرين كل الخلصه بينا 15 يوم على ود العيد. علاش هاد السي زعما باش ندخلوا سوق راسنا وباش نشوفوا تحنا، وهكاك مسكين وقلبو عمر وراه هو دار عمليه. يعني راعي ولدك الراجل، الله يرضي على ولادي. مشاهدين قناه صوت العداله الاوفياء، كما عشتوا معنا وسمعتوا معنا القصه ديال الحاجه الضاويه، سبق لنا اننا جينا ودرنا معاه واحد جوج حلقات. صراحه حنا جد متاسفين لان البنت باقا في واحد اللاج ديال المراهقه، ما عندهاش الوراق، ما عندهاش الحاله مدنيه، ما عندهاش لاكارت ناسيونال، ما عندهاش واحد التكوين تعليمي، ما كدير حتى شي حاجه. فصراحه الطاقم ديال صوت العداله والله الا صراحه كنا نسعى جاهدا اننا نشوفوا مع هذه البنت هذه انها تواصل مع باها ويدير معها حل ويدير معها لا دي ان، او بالاحرى انه يدير لها الوراق ديالها باش هي تعيش واحد الحياه اللي هي زوينه وتحس براسها كما قالت الام ديالنا الضاويه انها كيفها كيف البنات. لكن للاسف سمحي لي، لكن للاسف كما سمعتوا الاب ديالها رفض انه يدير معاهم هذه المسائل. السلطات المحليه عاونوها ولكن داك الشيء ما كافيش. صراحه المشاهدين الكرام، مشاهدين قناه صوت العداله، كنتمنى من جل المغاربه ومن كافه المغاربه انهم يتضامنوا مع الام ديالنا الضاويه باش توصل لشي حل، ان بنتها ما تبقاش في الخيريه. لان بنتها باش تجي من الخيريه، اسمحي لي، لان بنتها باش تجي من الخيريه خصها يكون عندها واحد الوضع، واحد السكن لائق، خصها تقرا، خصها تكون عندها ما تلبس، بزاف ديال المسائل اللي تنعرفوا حنا في هذه الظرفيه هذه وسيغتو في هذه السنوات الاخيره ديال 2019 2020. كاين واحد التغيير جذري على مستوى التفكير ديال الشباب وبزاف ديال الحوايج. فكنتمنى من الله، كنتمنى من الله، وكنعرف ان القلوب ديال المغاربه وديال المحسنين كبيره. كاينين شي ناس اللي هما كما قالت لك اعترفات انها تواصلوا معها وصيفطوا لها شي حاجه، ولكن داك الشيء ما كافيش. كذلك كنبغي نشكر واحد السيده من ايطاليا اللي هي قررت انها تكلف لها بواجب الكراء، والله يرحم لكم بها الوالدين. مشاهدينا الكرام، حنا تنعرفوا قمه الرأفه ديال القلوب ديالكم، تضامنوا مع هذه السيده وتعاونوا معها، وباقي غنعاودوا نجيو عندها ان شاء الله، وباقي غنمشيو نشوفوا ايه في الجمعيه اللي هي فيها، اولا بالاحرى نشوف واش خيريه ولا جمعيه. باقي غنمشيو عندها ان شاء الله نتواصلوا معها، نعرفوا الراي ديالها كما قالت لنا الام ديالها راه هي اللي بغات. باقي غنعرفوا بزاف ديال المسائل الاخرين كذلك. كنتمنوا من الله ان العائله ديال الزوج ديالها اولا الزوج ديالها بالاحرى انه يتواصل معنا ويبغي يدير شي حل البنت. الام ما تطلبش منه شي مسائل ماديه اولا شي حاجه، الام تطلب منه غير الوراق باش البنت تكون بالعز ديالها وبالكرامه ديالها وكذا. مشاهدينا الكرام، ما نطولش عليكم، الراي المواطن. كان معكم ياسين بن رحيل في الاخراج، كوثر الادريسي، شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.